رح نبدي أول مشوارنا بالاستطلاعات من البصرة. حقيقة الموضوع لا يخلو من الألم والحزن، أيضا هو الألم بنفسه وهو الحزن بنفسه. رح نتعرف على قصة الشاب أمجد اللي انتحر عن طريق تناول السم. نروح نتعرف ليش، شنو الأسباب اللي دفعت أمجد إنه ينهي حياته بطريقة غريبة. يمكن نحن نسمع إنه واحد يشنق نفسه لكن إنه ينتحر عن طريق تناول السم، هذا شيء جديد ودخيل على مجتمعنا العراقي. نروح نتابع القصة. أهلا ومرحبا بكم. انتشرت في محافظة البصرة وفي الآونة الأخيرة ظاهرة الانتحار. طبعا هذه الظاهرة تنتشر بين أوساط الشباب. اليوم حالة جديدة ومأساة جديدة تتكرر. أمجد شاب بعمر الزهور ما يتجاوز عمره 22 سنة، انتحر قبل أيام معدودة. خليكم ويانا وخلي نشوف دوافع انتحار أمجد. بقي بحياتك والله يعطيك الصبر ان شاء الله. حياتك عيوني. احكي لي عن امجد. الله امجد هو كان بالبيت شوي يساعدني، يعني حالته تعبانه هو، شنو يشتغل هيك يقدر عليه، وعندي انا كود معوقين، يجي يعني يشوف العيشه ما تكفيني، ما تكفي لذول المعوقين، وهو هم شاب وهم عمره مواليد 90. هو مشاب يريد يلبس يريد يطلع يريد يمشي، ما يعني يشوف روحه ما إلى مقدرة النفسه وللبيت، وانضغط على نفسه ما قدر. عنده أخواتك من عندها تخلف عقلي، بعد البنات تخلف عقلي وأبوهم هم تخلف عقلي، يعني شاف الحالة صعبة تعبانة ما قدر يصبر. قال لك بشي هو قبل موته الله يرحمه، حسيت بشي انه ضايج من شي يعني؟ اي ضايج على البيت، ما ضايج يعني كلش، ما حد محاكي لا حد مضوجه بالبيت والله، بس يضوج على الحاله، يشوف الحاله تعبانه. اكو يوم حاكاك عن انه يريد ينتحر او تخلص من هاي الحياه؟ لا بس مرات يقول لي والله يما انا حالتي نفسيتي تعبت كلش، ترى يوم أنا شنو شبيدي شرد أسوي هاي بس. شلون انتحر هو؟ والله ما أدري شنو الشرب، ما أدري ما أدري، بس إجالي قال لي باسني على راسي قبل لا ما أدري شارب ما أدري ما شارب، باسني على راسي وما برين الذم. شنو شارب حجية؟ سم. هو ودع جماعته. قصدك من اجى باسك شلون ماخذ السم هو؟ ما ادري بي. بس اجى باسني على راسي، راح ودع جاب الجلي كان ماي تلقاني اخذه من عندي. سلم على جماعته برون الذمه انا شربت سم. انا من قال هيك انا قمت اصرخ. اهل الرحم ذول شباب المنطقه ما قصروا. اجوا هم شلعوا شلع من القاع وودوه للمستشفى. بعد ما ادري شنو حال، ما رحت بعد، انا انفقدت بالبيت هنا ما ادري شنو صار. ورج قد هو توفى بالمستشفى؟ جب نص ساعة والله. مرحبا. اهلا وسهلا خالتي. بقية بحياتك؟ حياتك الباقي خالتي. شنو تكونين من امجد؟ خالتي خالتي. حكينا عن أمجد. والله يعني أمجد الشباب محروم، يعني محروم، لأن شفت مأساة أمه وإخواني، عنده محل يصلح به مولدات دراجات، بس يعني ما طلع من عنده فشي، بالعكس يعني طلع من عنده مطلوب وهاي. فالشباب يعني شباب يريد زواج يريد يلبس يريد ياكل، مأساة أهله جزعت روحها من الحياة، يعني هدي شوف حالتهم، أنت حالة والدي وحالة خواتي وحالة أمه، أنا هدي شوف حالتي. ظرف المعيشة هو اللي دفع أنه ينتحر؟ طبعا خلاص ظرف المعيشة، وإلا يعني شنو عنده هو، يعني إنسان مسالم ما عنده أي مشاكل بالحياة، ولد يعني جاي بطريقة رايح طريقة ما عنده، يعني لو ما مأساته يعني هو ينتحر هاي الحياة،
حياة يعني وشباب المستقبل قدامي. والي 90 قالت. نعم والي 90 هو. والله يعني حتى نشوفه يعني حتى كيانة بعد طفل هو يعني منشوفه بعد طفل من تشوف كيانة وشكله. يعني هذا الدافع اللي خلاه ينتحر لهذا الشيء. الله يتغمد برحمته إن شاء الله. أشكرك خاله أشكرك. مرحبا. مرحبا. شو تكون من عنده؟ أنا أخوي الأكبر منه يعني أكبر منه 4 سنوات. أنا عايش هنا وياه بنفس البيت. يعني أمجد الله يرحمه ما كان يحسسنا بأن إحنا يعني مقصرين وياه اللي هو مقصر وياه. أنت هم معاق؟ أنا معاق إيد ورجلي. يعني بالعكس. هو الوحيد اللي كان سليم بيكم؟ لا هو وهذا أخوي الأكبر من الكبير وبعد واحد أصغر من عنده أخوي. يعني كان كنت أنا وياه بنفس البيت كنت أقول له يا أنت إيش تحتاج قل لي فلوس مصاريف ما أدري شنو أنا أخوك هنا عايش وياك بنفس البيت فقل لي ما كان الله يرحمه يعني يقول لي يعني مثلا محتاج فلان شيء مطي يعني أنا مطي يعني قال لي مثلا روح امشي ويا شباب زين شباب مثلا شباب المو زين لا تمشي وياهم حاول تخليه يعيش حياة الشباب اي 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 كان الله يرحمه يعني ما ادري ايش اقول لك يعني والله العظيم اخوي بالعكس انا كنت وانا اخو وانا ابو وانا الكل بالكل هنا بنفس البيت شلون انتحر سولف لي شلون انتحر والله ما ادري انا أيام. انا كنت قال لك بشيء حسسك بشيء قال لك انه يريد ينتحر لا لا لا, لا 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 ما كان حتى بالمستشفى الله يرحمه يعني من قضيت قلت له يا بش اللي سويت بروحك شلون يحكي هو من لزمته بالمستشفى لزمته بالمستشفى انا والولد يعني اللي نقلوه انا بالدوام وخابرتني والدتي قالت لي يا هذا اخوك ايش هو تسوي بروحه الحق بالمستشفى رحت للمستشفى لقيته جايبين الولد شالينه شيول حطينا على السرية كذا الدكتور يابا لس كذا الشرطة دول بالمستشفى يابا شنو هاي قالوا قبلوا الطفل قالوا الولد اللي جابوني ما لهم علاقة خلوني أنا سممت روحي خلوني أموت ليه سويت بروحك هيك أنا قضيته قال ما أقبل يعني حتى ما أقبل حتى يجاوبني قال ودوني الحمام ودينا الحمام ورجعنا ودينا مرة ثانية الحمام ورجعنا شربنا روبة شربنا يعني عصير وهاي ورا فترة يعني ورا نص ساعة تخربط عندنا كلش صحنا الدكتور شافه ما لحقوا علي زين هنا شون هو بالبداية مين جاب السم شون انتحار قال الأحد ما لا لا ما قال الأحد بس ما يعني ما قال أي واحد لا ما تقول إجا باسني براسي ومسلم على أصدقاء قال لهم أبرو للذمة إيه هاي أنا ما كنت موجود كنت بالدوام يعني والولد هم نفسيتهم قالوا والدتي قالت أنا ما كنت موجود بيها هاي ف الله يلهم عائلته صبر وسلوان وصبرهم بعد أكثر وأكثر على هذا المصاب الحزين بالنسبة لهم وبالنسبة لكل المواطن ده يشاهد هذه الحالة لأنه حالة مأساوية جدا لأنه الشاب اليوم بسبب صعوبة الظروف المعيشية واللي يشاهدها في عائلته عائلة متكونة من أب وأخوات اثنين يعني يعانون من تخلف عقليا والأم تعبانة الأخ الثاني إنه هو معوق فبالتالي أنه صار عليه ضغط نفسي وبالتالي هذا اللي خلاه أنه ينتحر طبعا للأسف أنه أكو جهات هي مسؤولة أنه عن المواطن عن الشباب واللي هي الحكومة بالدرجة الأساس أنه هاملة قضية الشباب نهائيا وكأنه شاب لا يقدم ولا يأخر هذا لو أنه ده فرصة عمل لو أكو من يهتم ب يعني مجالات أن تختص بهذا الشاب أو تعني بهذا الشاب أنه ما كان أنه راح وانتحر وما كان أنه فكر بالانتحار لو بس أنه له درجة وظيفية بإحدى مؤسسات الدولة أو في القطاع الخاص إلى عمل إنه يقدر يساعد بأهله ماكو فبالتالي إنه هاملين الشباب وهذا اللي شفناه إنه في مدينة البصرة اللي تكررت أكثر من حالة انتحار وأكيد إنه في المناطق الأخرى والمدن الأخرى أكيد راح تكون مثل هيك حالة لأنه بعدهم لحد الآن هاملين الشباب وحتى إنه بعد الانتخابات إيش وقت ينظرون للشباب بنظرة كبيرة إنه حتى يهتمون بهذا الجيل الواعي اللي هو راح يبني المستقبل ما أعرف يعني أمجد حالة من حالات المفروض التوقف عندها يمكن أمجد أكو ناس يمكن تبرر انتحاره لأن هو يعيش في مو ظروف معيشية ظروف بيتية صعبة صح. البيت اللي يرجع له اللي هو يرجع من عمله تعبان يرجع إلى مكان متعب جدا كان المفروض أنه تكون لو كان العراق بخير ومستقر هذول الثلاثة الأب والأخوات يعيشون في الرعاية الصحية أو في مكان منعزل وبالتالي يعيشون البقية حياتهم الطبيعية لكن هو يعيش في بيئة خطأ
في بيت خطأ، يجد نفسه هو يعني يشعر بنفسه أنه هو الخطأ بين العائلة، لأنه الناس يعني بعالمه وفي عالم آخر. صح. وبعدين مسؤولية على الجميع، ومن ضمنها حتى أصدقاء أمجد. قبل كان نقول المثقف المتعلم شوي ما شايف نفسه، بحيث يصادق كل أقرانه حتى اللي ما متعلمين. فقبل كان ما متعلم وما يعرف يقرأ ويكتب يأخذ الحكمة والوعي من أصدقائه. حاليا اللي ما يعرف يقرأ ويكتب أو شخص متعب أو ما أو فقير منعزل عن العالم، وبالتالي ما يأخذ وعي، لا هو يتابع تلفزيون. صح. ولا هو عنده أصدقاء أقرانه، ولا عنده أحد كبير، ولا عنده قدوة في هذا المجتمع. أي ضغط نفسي هو راح يأثر عليه ويؤدي للانتحار. فإحنا نتمنى أنه إحنا أيضاً نكون مسؤولين، يعني من يكون واحد يشوفه ضعيف ليش إحنا نبذة ونقول يلا فقرة هذول وما حد يحشو إياهم، يا ريت يكون حتى من الأصدقاء. ما معقولة بيوم وليلة فكر بالانتحار، هذا خزين لمدة شهر يمكن أو أكثر يفكر بالانتحار. حتى يعني الطريقة، حتى طريقة تناول السم ما أجت له بيوم وليلة، جاء له من تفكير. دائماً يكون يعني هو يكون قدوة للآخرين. هذا كلام طويل، يعني يحتاج إنه المختصين أيضاً إنه يتعاونون بيناتهم من أجل دراسة ما جاي يصير في هذا المجتمع العراقي، مو بس البصرة، أغلب المدن العراقية.